أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: أبي كبير السن ويعجز أحيانا من استعمال الماء للوضوء، وقد لا يستطيع أن يغسل رجليه أو الذهاب إلى دورة المياه، هل له أن يتيمم حالة هذا؟ إذا كان يستطيع الوضوء بنفسه أو بمن يعينه أنه يجب عليه ذلك، يجب عليه أن يتوضأ ولو بالإعانة، وبإمكانه أن يتوضأ في مكانه قبل الرشد، يتوضأ فيه يغسل رجليه فيه في مكان أو على سرير أو على كرسي، فمهما أمكن أنه يتوضأ، سواء يذهب إلى الميضة يتوضأ هو أو بإعانة أحد، أو يتوضأ في مكانه اللي هو جالس فيه على سرير أو على كرسي بإعانة من يعينه ويصب الماء عليه، فإنه يجب عليه. أما إذا لم يستطع لا بنفسه ولا بالإعانة فإنه يتيمم. قوله تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر من جملة ما يبيح التيمم المرض، وهو المريض الذي ما يستطيع الوضوء أو يشق عليه الوضوء أو يضره الوضوء.